سابقكم الله. تقول متى تقبل الدعوة وما شروطها؟ ربما قصدت شروط القبول مثلا. الدعاء يقبل إذا كان الدعاء خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وكان على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وفعلت الأسباب التي تسبب الإجابة من أكل الحلال وتحري أوقات الإجابة وحضور القلب وعدم الاعتداء في الدعاء، كان يدعو على شخص وهو لا يستحق أن يدعو عليه، العدوان في الدعاء، أو أن يطلب شيئا لا يليق به هو، كل هذا من الاعتداء في الدعاء. فإذا جاء الدعاء على الصفة المشروعة ومستصحبا لأسباب الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، قد يجيب دعاءه في الحال وقد يؤخر الإجابة من أجل مصلحة العبد، لأن يكون في تأخير الإجابة مصلحة له أو يدفع عنه من السوء مثلها، فلا يقنط العبد ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يستمر على الدعاء، والله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى المسلم أن يصلح ما بجانبه مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أصلح ما بجانبه مع الله فإن الله جل وعلا قريب مجيب لا يخلف وعده. نعم.